اما الدايمنشن رقم 2 اسمه افيلابيليتي او اكسسبيليتي، وده معناه قدره الافراد على الحصول على الرعايه الصحيه في الوقت المناسب من غير وجود باريرز وبدون صعوبات، او بمعنى تاني ان الرعايه تكون موجوده ولما المريض يحتاجها يقدر يحصل عليها بغض النظر عن الجندر ريليجن سوشيال كلاس. الحقيقه افيلابيليتي ليها اوجه كتيره وكلها بتاكد ان الخدمه الصحيه ما يكونش فيها باريرز زي الجيوغرافيك بارير، وده معناه إن المستشفيات والمراكز الصحية لازم تكون متاحة في أنحاء الجمهورية من غير ما المريض يحتاج يسافر لأماكن بعيدة. Financial barrier، وده معناه تقديم الخدمات الصحية بأسعار معقولة يقدر يتحملها المريض وأهله، أو يكون في جهات أخرى بتتحمل الكوست بتاع الخدمات الصحية نيابة عن البيشنت وأهله. برضو علشان نطبق الدايمنشن اللي اسمه availability، لازم المؤسسات الصحية تلتزم بتوفير الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية، وكمان توفير الكوادر الطبية أو ما يعرف بـ healthcare professional.